بونجور، أنا نوال من نفس بالطبخ. دايما بصور فيديوز أنا عم حضر أكل، بس هالفترة اللي شهر محجورة بشغلي لأني مرضى، سو ما عم روح على بيتي وما عم صور فيديوز. اليوم من شغلي رح صور لكم فيديو كيف منحضر شوكو ماكس، بس بلا ما يكون في شوكو ماكس بين إيدي. عندي طريقتين لتحضير شوكو ماكس، أول طريقة رح أعلمكم إياها اليوم، وتاني طريقة رح أعلمها بكرة. أول طريقة، بدي 200 جرام زبدة، بدي علبة حليب مكثف محلى هالقد الكبيرة، مش الصغيرة، الكبيرة، وبدي 4 ملاعق كاكاو كادبري منخولين. ليه كادبري؟ لأنه طعمتها كتير طيبة. وبدي رشة فانيليا للنكهة. بحطهم كلهم بطنجرة على نار ناسي، نار هادية، وبضل حركهم ليذوبوا، ما بخليهم يغلوا، إذا غليوا بينتزعوا. وبس يذوبوا فضيهم بتبروير وبحطهم بالبراد من عشية لتاني يوم. تاني يوم بيكون عندي شوكو ماكس كتير كتير طيب. بتعرفوا شو؟ رح علمكم تاني طريقة. تاني طريقة كمان كتير هينة. بدي 500 جرام بلوك شوكولا مر، بكسرهم، وبدي نصهم يعني 250 جرام كريم فريش، وأكيد رشة فانيليا. بحطهم الكريم فريش، بحطهم على النار، بس يغلوا بطفي تحتهم، وبحط فوقهم شوكولا الأمير المر المكسر، وبضل حركهم، أكيد برش رشة الفانيليا، بضل حركهم ليدوبوا. بس يدوبوا كمان فضيهم بتابروير وبحطهم بالبراد من عشية لتاني يوم، كتير كتير طيبين. ما بننسى شو؟ النفس بالطبخ.